يتوثب التراث الغنائي العراقي، ويتمثل هذا التوثب بالأداءات الدينية منها الأذكار والتهاليل والمواليد وأشكال أخرى من هذه الأداءات، زائدا الغناء، غناء المقامات وغناء المربعات. ونحن في شهر رمضان المبارك نحتفل على طريقتنا الخاصة، ونقدم دائما الأماسي المقامية وكذلك المواليد النبوية في المناسبات الخاصة لشهر رمضان. نتواصل معكم أيها الأفاضل، ونقدم لكم الآن المطرب الفنان عبد الجبار العباسي لكي يقدم لنا شعر وبوذية، ثم ينتقل إلى أغنية المجرشة وهي من تلحين مطرب العراق الأول محمد القبنجي.
ولا بد الفرج يأتيك، الفرج يأتيك لا تعجل، الفرج 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 يأتيك لا تعجل، ولا بد يسرك يوم من بعد ذبيت روح على جاري ودر الجاري شيالي ساعة وكس وما ريد أنا راعي هذا بيت روح على وذر الله ساعة وكس ما ريد أنا ساعة وكسر المجرى وما ريد أنا راعي الجرش وقعدت يا دادم بخت خلخالها يدوي ويدش واني استاذي لو زعل يمع الشعر راسي معيش وهمها ايدن يوتن قضي وحسابك وتاليها ذبيت ودر الجاري شيالي الله الله ساعة وكسر المجرى وما ريد أنا ساعة وكسر المجرى هدوني وامشي بيادة الباب الحوا يجقى صدى ولا تعني لي اقصاد وانطيني ذر كل ثروتي وللقيم وللسادة وبلشي يحل هالقصتي والعلي
لسواها وش تمشي في ناب البحر يمشي عاكس مجراها امعاتي تانا ويا الزمن ويجرني اني وياها وربك يحل هالمشكلة والعلتي يبري وماري